كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. طبعا تصريح ديالي هو بصفتي رئيس المنتدى العالمي للتضامن الإنساني والمستقبل. الحقيقة أن 8 مارس ليس كسائر أيام السنة، لأنه يسجل يوم عالمي متجذر سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا وعلميا. يعني المرأة، هذه كلمة كبيرة، المرأة كلمة كبيرة تستحق منا جميعا التقدير والاحترام. المرأة هي الأم، المرأة هي الزوجة، المرأة هي الأخت، المرأة منبع الحياة. لولا المرأة لا أعرف كيف أعرف هذا العالم. وبالتالي كل فرصة يتم استدعاء فيها من أجل عيد يتعلق بالمرأة أو عمل إنساني يتعلق بالمرأة، يعني أضع انشغالاتي على جانب وأحضر لكي أعيش دقائق من شهر عسل لا نهاية له. فالمرأة هي العسل، وهي شهر العسل، وهي الطبيعة، وهي الورد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.